مرحبا شباب، شوكم، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا مرتاحين. رجعنا اليوم بمحاضرات جديده لماده الاحياء لمنهج 2023، ووعد ان شاء الله اذا الله خلانا طيبين نكمل لكم المنهج الاخر. بالنسبه للي يسالون على الملزمه، ان شاء الله بعد العيد راح نبدا نوزعها بالكامل على كل المحافظات، فاطمئنوا المحاضرات راح تنزل عندي بالمحاضرتين الى ثلاثه بالاسبوع، فاريد الكل انه يتابع وياي ويسجل ملاحظات على الملزمه مالتي. قبل كل شيء اريد منك انه تشترك بالقناه وتفعل زر جرس الاشعارات حتى توصل لك المحاضرات اول باول، واهم شيء انه تنطيني لايك للمحاضره وتشارك المحاضره لاصدقائك حتى توصل الحلقه بقوه لكل الطلاب. واهم شغله حبيبي، لازم انه تشترك بقناه التليجرام، لان كل التبليغات راح تكون عليها من امتحانات او ممكن صور للملزمه او عندي اماكن الملزمه وموعد صدور الفيديوهات. فاريد منك تشترك بقناه التليجرام، وهسه اريد من يمك انه تطفي لي كل الاشعارات وتركز وياي. اليوم محاضرتنا محاضره ممتعه، محاضره اساسيه لكل الاحياء، اوكي؟ الكل الفصل الاول، خصوصا انه هاي المحاضره نستبديها باول تعريف اللي هو عندي الخلية. الخلية بها ثلاث شغلات أساسية بالتعريف مالتها. يلا ركز وياي، أريد حماس، أريد طاقة، يلا حبيبي يلا. زين، يقول الخلية هي الوحدة، أوكي، الوحدة التركيبية. زين، هو الوحدة التركيبية بعد والأساسية. زين، بعد شغلة ثالثة والوظيفية لجميع الكائنات الحية. زين، اللي دراخ ويدرخ من هسه خلينا نتفق انه درخة هي الوحدة التركيبية والأساسية والوظيفية لجميع الكائنات الحية، لكن أبو الفضل الساعد يحارب كل شخص يدرخ الأحياء أو يحفظ الأحياء. أنا أريدك أنه تفهم الأحياء حتى تبقى مذكرها اليوم الامتحان، مو والله أنا أقرأ دائما وأقول نسيت المادة. دكتور أنا أقرأ لكن من أريد أجي أراجع ناسي المادة، غلط من يمك أنه تحفظها ما تفهمها. زين، خلينا نجي نشوف أنه هذا التعريف. التركيبية شنو يعني دكتور؟ شنو تركيبية؟ يعني عندي هاي خلية، أوكي، وهاي نواة مالتها، راح تركب لي، شوف شو تركب وياها، عندي خلية ثانية، خلية ثالثة، خلية رابعة، ممكن مجموعة خلايا راح تركب لي تركيب يدعى بالنسيج. ركبت لي شنو؟ تركيب بالنسيج. زين، مجموعة الأنسجة شو راح تركب لي؟ عضو. حلو، مجموعة الأنسجة تركبت لي، ركبت لي عضو. زين، مجموعة الأعضاء ركبت لي جهاز. حلو، ركبت لي جهاز. زين دكتور، مجموعة الأجهزة ايش راح تركب؟ راح تركب لي الجسم. اوكي، يعني شنو دكتور؟ أنا عندي خلايا اشتركت مع بعضها البعض ممكن بوظيفة معينة، ركبت لي نسيج يقوم بوظيفة. زين، مجموعة أنسجة اجتني عندي من خلايا ثانية ركبت لي عضو، ممكن راح يكون به وظيفة واحدة أو مجموعة وظائف مثل الكبد. زين، مجموعة الأعضاء ركبت لي جهاز مثل جهاز الدوران، يشترك به القلب، الشرايين، الأوردة، الكلى، الطحال، كل شيء يشترك عندي به. زين، مجموعة الأجهزة راح تركب لي الجسم بالكامل. اذا التركيبية يعني هي ركبت لي كل هذا حتى تكون لي شنو؟ الكائن الحي. زين، وعندي الاساسية يعني اساس الجسم او الكائن الحي من هو؟ الخلية. ها، اذا هسه عندي ما منشأ الجسم او الكائن الحي، فهو المنشأ مالته الاساسي من هو؟ الخلية. زين، اساس الكائن الحي من هو؟ عندي الخلية. زين، والوظيفة انه لكل خلية، لكل خلية وظيفة معينة، يعني عندي لكل خلية راح تكون بها شنو؟ وظيفة معينة. إذا اللي جاي شباب، هذا المخطط، هذا الموضوع، هذا التعريف أساسنا للأحياء كلها، أساسنا لعلم الخلية، أساسنا للفصل الأول. إذا الخلية هي الوحدة التركيبية والأساسية والوظيفية لجميع الكائنات الحية. طبعا بنهاية الفصل مالتنا الأول موضوع اسمه الانقسام.
زين دكتور بعدنا استانا بدينا اي اوكي اوكي بس هاي اعطيك فكره لانه بهاي الفكره راح نعرف الخليه بالكامل. زين ايش قال لي؟ قال لي باوع، قال لي هاي عندك خليه، قلت له تمام. قال لي من تجي تقسمها نصين اوكي راح تنطيك هنا خليه وهنا خليه. قلت له زين وين تريد توصلني؟ شوف ايش قال لي شباب، ركز وياي، ركز عوف لي السوالف المنايه والمناه اوكي، خلي سماعتك بالدرس وعوف التفكير عوف التشتت، ركز وياي بالاحياء، دائما اريدك قوي، الاحياء سهله وممتعه وان شاء الله راح نضبطها. زين شوف ايش قال، قال يابا بما انه هاي الخليه اجتني من هاي الخليه، يعني شنو؟ يعني من اقول لك سؤال، ما منشأ الخليه؟ لا تبقى صافن، يلا تبقى صافن. شوف ما منشأ الخليه راح نقول الجواب من خلال خليه اخرى بعمليه منو؟ سمينا الموضوع، يلا شباب شو جاكم بعمليه؟ عفية عملية الانقسام. إذن منشأ الخلية راح تنتج لي من خلية أخرى بعملية الانقسام. إذن عندي تعريف الخلية هي الوحدة التركيبية والأساسية والوظيفية لجميع الكائنات الحية، والخلايا تنتج من خلايا أخرى بعملية الانقسام. هذني نقطتين أريدك بعد شوي تنطيني اياهن. شنو بعد شوي تنطيني اياهن؟ انه الخليه يابا هي وحده تركيبيه واساسيه وظيفيه، وراح تقول لي يابا الخليه راح تنشا من خلال خليه اخرى بعمليه الانقسام. واضح شباب؟ بعد شوي اطلبك اياهن. راح نجي الموضوع كلش سهل وكلش ممتع. زين اللي هو العلماء الذين ساهموا بعلم الخليه. يلا 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 تركيز، يلا حماس، يلا شباب، يلا ابطالي. شوفوا عندي خمس علماء وراح نتونس وياهم. هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا أربعة، وهذا عندي هنا الخامس. زين يلا الكل تركز. واحد، أنا أصيح لأبو المختبر. أبو المختبر زين، أبو المختبر شنو دكتور؟ ايش عندي؟ تحليلات مختبرية؟ إيه. هذا واحد استوى داخل الطبية والتحليلات، ياهل جاي يقول له ولك أنا أخوك خلي أتعلم براسك، فشنو؟ ياخذ منه دم. زين من ياخذ منه دم هو أبو مختبر، وين راح يخليه؟ بالمجر حتى يشوف. زين خلي ببالكم أنه الدم نسيج. ها الدم شنو؟ نسيج. والنسيج منين جايني؟ عندي من خلية. إذن إيش راح يشوف بالمجهر؟ راح يشوف عندي الخلية. إذن أبو المختبر اللي يقول له أنا أخوك أنتوني فان ليفن هوك، أنا أخوك أنتوني فان ليفن هوك، أنا أخوك، أسحب من يمك دم وراح أشوفه بالمجهر. إذن استطاع بواسطة من هو؟ مجهره أن يرى مني الخلية. ها شفتوا أبو مختبر أخذ مني دم، سحب مني دم، شاف النسيج مات الدم، حلل لأنه شاف عندي الخلية. إذن هو أول عالم استطاع أن يرى عندي الخلية. من هو أبو المختبر؟ اللي هو أنتوني فان ليفن هوك بواسطة المجهر مالته. إذن عندي أبو المختبر أنتوني فان ليفن هوك شاف عندي الخلية. زين اكو عالم عندي انا صيح للفايخ عايش بدهوك، هسه شلون حاره وانا سميت من الحر بالتصوير، هذا عايش عند بدهوك على المصايف وكذا وايام عيد وكذا هيك فمتونس، فهذا اسمه روبرت هوك عايش وين؟ بدهوك. زين هذا هناك يكرز كل تاعي عندي شجر بلوط وياكل هذا العسل الجبلي اللي براس، متونس من الاخر. زين ايش قال؟ قال عندي لزم شجر البلوط وهو يكرزه دائما، اخذ عندي من هنا الوحدات الفلينيه او نسيج الفلين هنا ياخذه منها من هاي الشجره، ان شاء الله راح نتكلم عنها بالفصل الثاني. اوكي فش سوى؟ اجى وفحصه، من فحصه شاف انه هذا الشكل. شوفوا ايش قال؟ قال انه الخليه، قال الخليه باعوا شنطاني، انطاني اسم، قال الخليه انطاني اياها السيل. اول عالم انطى كلمه للخليه او اسما للخليه من هو؟ روبرت هوك اللي عايش بيت هوك. قال انه الخليه هي ردها
هوائية تشبه تجويف خلية منو؟ شمع العسل. ها مو احنا قلنا شباب قلنا انه يكرز بلوط اوكي وياكل عسل فاربط لي اياها اجي على شجر البلوط خذ الوحدات الفلينيه اللي موجوده بنسيج الفلين شاف هذا النسيج راح لي من النسيج المن للخليه فش قال انه الخليه هي ردها هوائيه تشبه تجويف خليه شمع العسل احنا قلنا ياكل عسل ويكرز بلوط وبما انه قال خليه قال انه الخليه اذا هو اطلق اسما على الخليه سماها السيل او عندي الخليه بالعربي اذا هذا انتوني فان ليفنهوك استطاع بواسطه المجهر جنبه مختبر انه شاف الخليه بس ما انطاني اسمها قال شنو هاي ما يعرفها الرجال ما كان يعرفها لكن هذا قال يا بتر هذا التركيب اسمه عندي عندي بالسيال اللي هو انه تجويف او رد هوائية تشبه تجويف خلية شمع العسل خلصنا من روبرت هوك اجاني واحد انا صيح للعلم ابو النواة العلم ها ابو النواة العلم ايش قال او ايش اسمه اسمه روبرت هذا روبرت هوك هذا روبرت براون دكتور شو راح اميز بيناتهم بين روبرت هوك وروبرت براون اقول براون بالان نوات ها يعني هو اول عالم استطاع ان يكتشف من هي النوات بالضبط بعد عندي وقدم وصفا لها يعني وصف للنواة عرف للنواة وإن شاء الله راح نعرف النواة بالحلقات القادمة زين بيا سنة أريدك تحفظ هاي السنة خليها ببالك احفظني إياها 18 أوكي لا 18 31 أريدك تحفظني إياها 18 31 السنة ها كلش مهم وزارية يلا شباب حبايبي أول واحد أبو المختبر عمي إيش قال يا بترى اسمي أنتوني فان ليفنهوك أنا أخوك تعال اتعلم براسك سحب مني دم وقلنا الدم هو نسيج فبالتالي بواسطة المجهر شو اكتشف بالضبط الخلية زين الثاني اللي هو عايش بتوك الفايخ هسه يتونس يم المصايف وكذا تحياتي لأهل توك كلهم اسمه روبرت هوك يكرس كله شجر بلوط المزروع هناك وياكل عسل فقال لي الخلية اذا من قال انه الخلية يعني انطاني اسم للخلية فالخلية هي ردها هوائية تشبه تجويف خلية شمع العسل زين روبرت براون هو أول عالم اكتشف نواة الخلية وقدم وصف إلها روبرت براون وبراون بالنوات خليها ببالك أبو النواة العلم عندي بياسنة 18-31 لا تقول لي 1831 تنساها 18-31 زين عندي هسه عندي كلش مهمين اثنين هناية اللي هو عندي أبو الياس الضلع وعندي الثور زين أبو الياس الضلع عنده منو والثور زين خلوا بالكم وياي أبو الياس ماثياس أبو الياس منو ماثياس ماثياس شلايدن ماثياس أبو الياس الضلع زين شباب الياس شنو حيوان لو نبات الياس نبات إذن إيش قال؟ قال إنه جميع النباتات تتركب منين؟ تركب من الخلايا مثل ما قلنا إنه قال يا بترى جميع النباتات راح تتركب من خلايا زين ماثياس أبو الياس والياس نبات إذن جميع عندي النباتات تتركب من خلايا زين عند الثور مع احترامي إلى من أهم العلماء اسمه ثيودور ثيودور شوان ثيودور الثور مع احترامي إليه راح يقومون عشارين الألمان عالم ألماني كلش مهم ثيودور الثور ها والثور شنو حيوان إذن جميع الحيوانات راح تتركب منين عمي من خلايا ها إذن جميع الحيوانات راح تتركب عندي من خلايا زين شباب تعالوا زين إذا هو النباتات تركبت عندي من خلايا حلو والحيوانات تركبت من خلايا شبخت بيها إذن أول نقطة من النظرية الخلوية جميع الكائنات الحية تتركب منين عمي تتركب عندي من خلايا خلنا نجي هنا نكتبها النظرية الخلوية ها
زين دكتور، وباقي النقاط هسه انا اطلبك نقطتين لعب بالك. النظريه الخلويه، زين هسه عوفك. اولا عند الاسس مالتها نجي هسه للتعريف مالتها. اولا يابا شنو؟ جميع الكائنات الحيه تتركب منين؟ من خلايا. زين هاي اول نقطه. على اساس على شنو استندنا؟ اذا استندنا لكل من العمل الذي قدمه ماثياس شلايدن وثيودور شوان. ها اذا هي النظريه التي تستند على العمل الذي قدمه ماثياس شلايدن وثيودور شوان. ليش؟ لانه ماثياس شلايدن قال انه جميع النباتات تتركب منين عمي؟ من خلايا. لك واو شويه ركز هنا وركز وياي، لا تبقى صامت، ما اريدك صامت، اريدك انه مثل ما المحاضره تصور لي سناب وتقول لي دكتور ترى انا دا اتابعك ودا اردد وياك. يلا اذا العمل اللي قدمه كله من ماثياس شنايدن، وماثياس ايش قال؟ قال اذا شو جميع منه حفي عليك النباتات تركب من خلايا. زين وثيودور شوان ايش قال؟ قلنا الثور. اذا جميع حفي الحيوانات، اذا جميع الكائنات الاسس مالتها راح تكون عند جميع الكائنات الحيه راح تتركب من خلايا. اطلبك نقطتين، تعال عمي أنا وياك اليوم أطلبك، لازم توفينا حقي. النقطتين شنو هي دكتور؟ النقطة الثانية من هي؟ قلت لك الخلية هي الوحدة. نكتبها. إذا الخلية هي الوحدة من هي؟ يلا وياي التركيبية بعد. إيه ما شاء الله لجميع الكائنات الحية. زين بعد همتين أطلبك نقطة وهي أنه يا بتر الخلايا تنتج من خلايا أخرى بيا عملية. حلو. إذن والخلية تنتج من خلية أخرى بعملية انقسامها. شلون المحاضرة بشرفكم؟ ممتع لما ممتع؟ أول محاضرة وأساس هذا. شوف المخطط وين ما راح نروح راح نلقاه. زين اذا اخذنا الخليه قلنا هي الوحده التركيبيه والاحساسيه والوظيفيه لجميع الكائنات الحيه، وعرفنا شنو انه تركيبيه، وعرفنا شنو معنات اساسيه، وعرفنا شنو وظيفيه. زين وقلنا يا ترى منشا الخليه من خلال خليه اخرى بعمليه الانقسام. وقلنا يا ترى عندي العلماء الذين ساهموا بعلم الخليه هم خمسه، اللي هو بالمختبر قال يا ترى انا اخوك لازم اتعلم براسك. من هو؟ أنتوني فان ليفنهوك. استطاع بواسطة مجهره أن يرى الخلية، أول عالم سؤال وزاري، أول عالم استطاع رؤية الخلية من هو؟ أنتوني فان ليفنهوك. زين الفايخ اللي عايش بتهوك اللي هو روبرت هوك اللي يابت كان يكرس شجر البلوط وياكل عسل براسه. زين سوى لزم عندي الوحدات الفلينية ما شجر البلوط وش قال؟ قال انه الخلية. من قال انه الخلية؟ تعال ليك انت اعطيت اسم للخلية. اذا هو اول عالم استطاع ان يعطي اسما للخلية روبرت هوك. زين نجي على ابو النواة العلم اللي هو روبرت براون، وبراون نواة ان بان هو اول عالم استطاع ان يرى شنو؟ نواة الخلية. يا سنة 1831. وعند ابو الياس والثور هذا اكتشف عندي النباتات انه بها خلايا وتتركب من خلايا، وهذا عندي حيوانات تركب عندي من خلايا. اللي جاي تنتهي محاضرتنا والقاكم ان شاء الله بمحاضرة جاية. اوكي بس اللي اريد يمك تركز وياي المحاضره، ترجع لي هيك تضبط لي اياها تموتها. اوكي هيك تحمسوها حمس المحاضرات. اريد انه طلابه بالفضل الساعد مهيمنين على ماده الاحياء وان شاء الله مستمرين، والقاكم ان شاء الله بالمحاضره الجايه. مع السلامه حبايبي.